بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنكمل كلام عن النيرفس سيستم. هنتكلم النهارده عن الكومبوننتس بتاعه النيرفس سيستم او مكونات النيرفس سيستم. النيرفس سيستم بيتكون من مكونين اساسيين، النيورونز والجلايا. النيورونز اللي هي الخلايا العصبيه نفسها اللي هي اساس الجهاز العصبي، وبرضه معاها حاجه اسمها الجلايا، الجلايا او السبورتنج سيلز اللي هي الخلايا الداعمه، ودي هنتكلم عنها في الدرس الجاي ان شاء الله. اهم ميزه في النيورونز انها اكسايتابل او قابله للاثاره، يعني ممكن يحصل لها إثارة كهربية وتوصل الإشارة ديت من مكان لمكان، تمام؟ يعني بتستقبل المثير وبتتفاعل معاه وبتوصل الإثارة ديت أو الإشارة ديت لمكان تاني. هو ده معنى excitable، إنها قابلة للإثارة. الخاصية التانية في النيورونز إنها undividable، يعني غير قابلة للانقسام، ودي مشكلة كبيرة. إن الخلية العصبية لو ماتت مش هترجع تاني، ما تقدرش تجدد نفسها لو حصل لها damage. تعال بقى نخش شوية ونتعمق في تركيب النيورون أو الخلية العصبية. الخلية العصبية عبارة عن جزئين أساسيين، اللي هو السيل بودي اسمها التاني سوما أو بروسيسز زوائد، يعني احنا عندنا جسم الخلية أو رأس الخلية اللي احنا بنسميه سوما، أو زوائد للخلية أو أذرع اسمها بروسيسز. الزوائد دي فيها زائدة أو ذراع واحد طويل جدا بنسميه أكزون، وشوية زوائد كده جنبه صغيرة اسمها دندرايتس. تعال نتكلم عن السيل بودي او السوما بتاعة الخلية العصبية. السوما دي لو بصينا جواها هنلاقي اربع حاجات اساسية. اول حاجة اسمها ايوكروماتيك نيوكليوس، اللي هي النواة بتاعة الخلية العصبية. ايوكروماتيك معناها انها هايلي اكتف، يعني شغالة جامد جدا، وبيبقى شكلها عامل زي عين الطائر، بيردس اي. شكل النواة بتاعة الخلية العصبية تحت الميكروسكوب عامل زي البيردس اي، يعني شبه عين الطائر زي ما انت شايف قدامك في الصورة كده. تاني حاجة في السيل بودي بتاعة النيورونز انها فيها كميات عالية جدا جدا من الرف اندوبلازميك ريتيكولم او الار اي ار والبولي رايبوسومز، ودي هي المصانع بتاعة الخلية. البولي رايبوسومز في السيل بودي بنسميها نيسل بوديز او نيسل سابستنس، ودي بتاخد الصبغة الزرقاء تحت الميكروسكوب. تالت حاجة في السيل بودي حاجة اسمها لايبوفوشن، ودي تجمعات كده من السيلولار ويست، يعني النفايات بتاعة الخلية. اخر حاجه في السيل بودي بتاعه الخليه العصبيه حاجه اسمها الاكزون هيليك. الاكزون هيليك وده مكان ما بيخش صبغه تحت الميكروسكوب، يعني كلير ستيننج ريجون. كلير ستيننج ريجون بيطلع من عنده الاكزون، بيطلع من السيل بودي الاكزون في المكان اللي هو اسمه الاكزون هيليك. طيب هي دي السيل بودي او السوما. السوما دي بيطلع منها بروسيسز زوائد. الزوائد دي او الاذرع دي ممكن تكون اكزون او دندرايتس. الاكزون ده هو اطول ذراع في الخليه، حتى احيانا ممكن يوصل طوله المتر، يعني هو اللي بيدي الخلايا العصبيه الطول بتاعها عشان تعرف تنقل الاشاره من مكان لمكان بعيد عنه. الدندرايتس اقصر من الاكزونز بكتير، يبقى كل خليه فيها ذراع طويل اسمه اكزون واذرع قصيره اسمها دندرايتس. الدندرايتس دي هي اللي بتنقل الاشاره للخليه، يعني بتاخد الاشاره من خليه تانية توديها للخليه اللي هي موجوده فيها، وبعدين الاكزون بياخد الإشارة دي من الخلية ويطلعها للخلية اللي بعدها. احنا قلنا الموضوع أشبه ما يكون بسلوك الكهرباء، فالدندرايتس دي سلوك الكهرباء اللي بتجمع الكهرباء من الخلايا التانية تحطها في الخلية، الخلية تطلعها من خلال الاكزون. الاكزون اللي هو الذراع الطويل بتاع الخلية ده ممكن يتقسم في نهايته لكذا برانش، يعني ممكن مي برانش ات اتس اند، يعني ممكن يجي في الآخر كده ويتقسم لفرع أو اتنين أو تلاتة. في نهاية كل أكزون أو في نهاية البرانشز اللي الأكزون ده تقسم لها بتلاقي فيه حاجة اسمها فيزيكلز، وهنعرف الفيزيكلز دي فيها إيه بعد كده إن شاء الله. ونظرا للطول الكبير جدا بتاع الأكزون ده، فالخلية بتحتاج توصل بعض المواد من السيل بودي لنهاية الأكزون للفيزيكلز دي مثلا. فبناء عليه بقى عندنا تو ميكانيزمز الخلية بتوصل بيهم الحاجات بين الأكزون والسيل بودي، يعني زي شبكة مواصلات كده جوه النيورون أكزون. الميكانيزم الاولى اسمها انتيروجريد اكزوبلازميك ترانسبورت، ودي بتنقل المواد من السيل بودي للاكزون، وعكسها الريتروجريد اكزوبلازميك ترانسبورت، ودي بتنقل حاجات من الاكزون للسيل بودي. اهم حاجه بقى في الاكزون ان الممبرين بتاعه او الغشاء بتاع الخليه بتاعه فيه ايون تشانلز، مليان ايون تشانلز، وهي دي اللي بتعمل الاكزايتيشن. احنا قلنا اهم صفه في النيورون ان هو اكزايتابل او قابل للاثاره، يعني بتمشي فيه الاشاره الكهربيه. اللي بيعمل الاشاره الكهربيه دي هو الايون تشانلز، يعني في قنوات بتعدي الايونات جوه الخليه وبره الخليه، وهنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. هي دي اللي بتعمل الاشاره الكهربيه جوه الاكزون وجوه النيورون كله.
طيب يعني عرفت كان النيورونز بتتكون من سيل بودي اللي هي السوما وبروسيسز اللي هي اكسون ودندرايتس. بناء على الكلام ده هنقسم النيورونز لاربع انواع. النوع الاول اللي هو المالتي بولر او متعدد الاقطاب، هو ده النوع التيبيكال اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو فيه سيل بودي اللي هي السوما وفيه بروسيسز عنده اكسون وعنده مالتيبل دندرايتس، وده موجود في اماكن كتيره في النيرفس سيستم. النوع الثاني اللي هو اليوني بولر او احادي القطب، ده ما فيهوش غير سيل بودي واكسون فقط، ما فيهوش دندرايتس. النوع الثالث اللي هو الباي بولر او ثنائي القطب، ده فيه سيل بودي وفيه اكسون وفيه دندرايت واحد بس، سنجل دندرايت طالع من ناحيه اكسون ومن الناحيه الثانيه سنجل دندرايت. واليوني بولر والباي بولر الاثنين دول موجودين في الريتنا في شبكيه العين اللي هنتكلم عنها بعد كده ان شاء الله. اخر نوع اللي هو السودو يوني بولر، هو يوني بولر في الشكل، انت تحس ان هو يوني بولر يعني احاد القطب، لكن هو سودو كاذب، هو في الحقيقه مش يوني بولر، هو يعتبر باي بولر. عامل ازاي ده؟ دي خليه قاعده كده في جنب وطالع منها وان بروسيس، يعني طالع منها زائده واحده بس، الزائده دي بعد ما طلعت من الخليه اتقسمت لي اكسون وسنجل دندرايت. والنوع ده هو المين سيل فور سنسوري انبوت فروم ذا بريفرال تو ذا سنترال نيرفس سيستم، يعني ده الخليه الاساسيه اللي بتنقل الاحساس من كل الجسم للسنترال نيرفس سيستم.